دابور مساء الخير. اللي وقع ليا كمواطنة مغربية وليس كممثلة، حيت اللي وقع ليا ممكن يكون في داخل الوسط الفني وفي خارج الوسط الفني. المشكل ليس فقط ما بين ممثلة ومخرج، القصة هي قصة بزاف ديال المواطنات المغربيات مع رجال باقي كي عندهم عقلية ذكورية وكيفكروا بأن المجتمع ديالهم هما وبأن النساء لا كلمة لهم. يعني المشكل لا ينحصر فقط ما بين ممثلة وسعيد الناصري وإنما مجتمع. واش عندك إثبات اللي كيوثق هادشي اللي تتقولي؟ طبعا عندي إثباتات، والمدة ديال التصوير كاملة كنت كندير احتياطاتي، وعندي تسجيلات، عندي فيديوهات، عندي بعض الصور. يعني في أي مرة كان كيكون اللقاء بيني وبينه كنت كنحاول ناخذ بعض الحويجات، لأنه قبل ما نشتغل أنا معاه كانوا بزاف ديال الناس كيحضروني، وكانوا بزاف ديال الناس كيقولوا لي سواء من داخل الوسط أو خارج الوسط اللي كيعرفوا كيقولوا لي لا. ألوغ أنا خدمت بذكاء. يعني واش هاد التحرش تكرر أكثر من مرة؟ يعني التحرش دائما كيكون لفظي وكيكون واحد عدم الاحترام وكيكون بزاف الحوايج، اما قضيه ديال الكونطرا ولا شومبر كان يمكن كانت مره وتكررت مره ثانيه، اما من بعد ولا قلت الاحترام ولا تخسر الهضره ولا بزاف ديال الحوايج اللي كيجرحوا مره. انت اليوم فجرتي المسكوت عليه، اكيد ان ظاهره ديال التحرش ماشي هي وليده ديال اللحظه، عطينا كلمة في التحرش بصفة عامة. كيف ما قلت لك التحرش كتعاني منه المرأة في المجتمعات كاملين، غير هو في المجتمع العربي شوية عندنا زايدة القضية، حيت كتبقى مجتمع ذكوري محض. وحنا اليوم كنظن بانه وصلنا لواحد الحاله بانه العائلات ما بقاوش بغاو يسكتوا وما بقيناش خايفات، وعارفين حقنا وعارفين القانون وعارفين الحكومه معنا في صفنا. يعني كاينين قوانين غير هي باقي غير مفعله، وحنايا في صدد ديال باش نقدروا نفعلوها ونلقاو قوانين جداد اللي كيحميوا المراه من هذا النوع ديال الرجال. انت قلتي بان كما قلت تكلمنا قبيله كاين حتى العكس، يعني كاين حتى ممثلات كيتحرشوا بمخرجين. يعني واش ما كتشوفيش بان هاد كما كنقول مثلا المغربي حوته كتخند الشواري؟ يا كاين شبه ممثلات، يعني كاينين بنات بغاو فرصه باي ثمن، وهذوك البنات يعني حتى اللي خداو الفرصه ديالهم على هذيك الطريقه ما كيدوموش بزاف، كتشتغل فيلم او جوج افلام من بعد كتغبروا منهم عدد دازو. يعني وي سي فغي كاينين بنات كيتحرشوا بمخرجين، ولكن ليس فقط في العالم الفني، يعني في الحياه كامله كاين البنات كيتحرشوا برجال في جميع الميادين، يعني الهدف او اخر. غير هي كاينه بنسبه قليله بزاف، وهذوك البنات غير ما عندهمش توعيه وما عارفينش الحق ديالهم، ما عارفينش منين ياخذوا المسار بطريقه صحيحه. قررتي انك تفضحي مخرج واللي اشتغلتي معاه، واش هذا المخرج الا طلب منك مره اخرى تشتغلي معاه غادي توافقي ولا لا؟ طبعا ما غاديش نوافق، لان السينما اللي كنطمح انا نديرها هي السينما مودرن، سينما متفتحه ما عندهاش علاقه. انا لست بكوميديا، انا ممثله يعني ماشي مجهده في الكوميديا ولا اطمح للكوميديا. سعيد الناصري كيبقى مخرج وممثل كوميدي، وكنتمنى ما نعاودش نخدم معاه. كنتمنى ما نعاودش نخدم معاه. شو رساله توجه له من هذا المنبر لسعيد الناصري؟ كنقول له اتق الله وصفي ما بينك وبين اللي خلقك، سواء معايا انا سواء مع ناس اخرين في مجالات اخرين اللي عندك معاهم مشاكل. وكنقول له راه عندك بنيتك، وقبل ما تنعس بالليل حط هذيك البنيه ديالك لاله ساره، تصورها تخيلها وتخيلنا حنايا، وحاول تعطيني الكونطرا ديالي وعطوني فلوسي. وقضيه باش نسمح ليه او يسمح ليا هي ليست القضيه ديال لبنى ابي دار اليوم، هي قضيه مجتمع مغربي وليس مشكل سعيد الناصري، بل هو مشكل ديال العديد من الرجال اللي باقي كيستخدموا السلطويه وكيستخدموا الوجه ديال الدياب اللي مخبيين.